غرفة صناعة عمان كانت شاهدة على احتفالية كبيرة ابتهاجا بحزمة الإجراءات المتعلقة بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار التي أقرتها الحكومة، حزمة تأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصناعي من تحديات وصعوبات جمة تقف أمام تقدم القطاع التشغيلي الأكبر في البلاد. اليوم كان إعلان لبعض الإجراءات الهيكلية الجوهرية التي تمس الاقتصاد الأردني بشكل مباشر. تم الإعلان عن حزم عقارية تعود بشكل مباشر على القطاع الصناعي وعلى القطاع التجاري. تم الإعلان عن حوافز التشغيل التي تعود بشكل مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية، خدمية وسلعية وصناعية وتجارية. تم الإعلان عن الطاقة في حالة استهلاك المزيد، وتم النظر ولأول مرة، لأنه قلنا بندرس لمدة طويلة ما تقوم به الدول الأخرى، لأول مرة الحوافز عند تحقيق النتيجة عند التصدير. الحوافز للقطاع الصناعي اشتملت على تخفيضات في أسعار الطاقة التي أثقلت كلفتها كاهل القطاع على مدار سنوات طويلة. تقول الحكومة إنها ستتحمل كلفة مرتفعة مقابل المراهنة على نجاح هذا القطاع. عارفين يعني لما أعطينا التخفيض 10 فلس على كل كيلووات ساعة مباع، فإحنا راهنا عليكم. أنا عم بنسأل كم كلفة هذا الموضوع؟ الكلفة عالية، لكن إحنا منتوقع مقابل هذه الكلفة زيادة صادراتنا وزيادة إنتاجنا إنها تعوضنا كدولة، وإن شاء الله يعني إحنا راهنا على حصان إن شاء الله يكون فائز، وأملنا فيكم كبير. حزمة إصلاحية تنظر لها غرفة صناعة عمان بعين الرضا بعد تحقيق الحكومة لخمسة مطالب من أصل 7 كانت طالبت بها. إجراءات ترى فيها صناعة عمان طريقا لتحفيز الصناعة وزيادة صادراتها. اللي عملته الأردن يعني راح يحفز الصناعة. شو معناته يحفز الصناعة؟ تحفيز الصناعة يعني أولا فرص عمل جديدة للعاملين في 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 الأردن، هذا واحد. اثنين، زيادة العملة الصعبة، زيادة الحقيقة زيادة العملة الصعبة. كثير من القضايا راح تنعكس على الوطن بشكل عام، لأنه الصناعة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد. اليوم هذه مساهمة للصناعة للقدرة على التنافسية مع الدول الأخرى. هي إذن شراكة حقيقية بحثت عنها الحكومة والصناعيون لتحقيق أهداف متبادلة تسهم بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي الأردني وحل الكثير من هموم ومشاكل القطاع الصناعي. عبدالله الشيخ، الحقيقة الدولية.